الاخبار كي دايرين؟ صافا بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو بزاف منكم كيطلبوها مني. دونك لا فيديو ديالنا ديال ما كيما شفتوا في المينياتور غادي تكون عنايه، ما نقولوش شاك شو ولكن نقولوا من 3 ايام. دونك كتكون واحد العنايه من غير الحمام المغربي، من غير داكشي اللي ديجا كنت كنبارطاجي معكم. دونك اليوم بغيت ندير معكم شي روتين اللي يكون خفيف، ماشي خفيف ولكن غادي نهتموا براسنا كامل. ما نشاء الله هو بيان سور اهم حاجه بنات هو الشعر، وكنأكد لكم عليها. كما كتعرفوني انا راه منين جيت الامارات، الماء ديال الامارات راه بزاف الناس كيعانيو منه. بعض المرات كنخلي دائما الماء المعدني هو اخر تشليله كنشلل بها شعري. هذا المشكل بزاف البنات كيعانيو منه، ضروري عندي الشقوق. انا ملي كنت صغيره الشقوق ضروري 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 يكون عندي، ضروري نديرو قبل من كل دوش. سيرتو التحميمه كتبغي تشقيق اكثر. مي الدوش مره كندير يعني دوش خفيف، ولكن مره كندير تشقيقه ماشي دائما، يعني من سيمانه لسيمانه. هاد لافوتين هادي اللي غادي نبارطاجي معكم الشقوق اللي انا كنستخدم، يعني كل مره كنوع جوج منهم اللي كنت كنستخدمهم يعني بزاف. كنت في المغرب فريمون لا دخلتو لاباج غادي تلقاو البنات مجربين هاد الشقوق هذا، فريمون شعرهم كان حد هنا وكان محروق ومسبوق. واحد البنت اللي جربته فريمون كان شعرها محروق ومسبوق، وهنايا اون فوا بديت كدير شقوق ديجا شقوق راه قدام. مي فريمون شوفوا الفرق هو انه شعرها كان هكا وكان مسبوق. تخيلوا معايا المره بديت كتستخدم داك الشقوق، الصباغه نزلات لتحت بزاف، شعرها طوال، والصباغه اللي كانت الفوق كتغادا كتنزل تحت حتى الشعر ديالها فات ليها يعني ظهرها، وبقى شويه اللي باقي مسبوق. دونك داكشي كيبقى يتقطع. اكد لكم الا جربتوها غادي تعطيكم ريزولطا. قبل ما ندوزو للزيت كما كنقول لكم اهم حاجه خصنا نعتني بها شعرنا، لو كور ديالنا، لي بارتي انتيم ديالنا، هاد الشيء كامل لي بون ما خصناش نفوتوهم، خصنا ضروري نهتموا بهم. غادي نبارطاجي معكم شنو هما لي برودوي اللي انا كيعجبوني اللي انا كنفضلهم وكنستخدمهم. لي بارتي انتيم هي اهم حاجه اللي نقدر نركز لكم عليها، راه ماشي بحال الكور ديالنا بحال الفيزاج ديالنا كيبغي يعني العنايه بزاف وهذا وهذا. دونك لازم انتيم تعتني بها واحد العنايه شي ثاني لواحد الدرجه اللي تقدر تضركم ترجع لكم بالعكس. كما كنبارطاجي معكم شي فيديو اللي كتكون فيه العنايه من حتى زد، ضروري كنهضروا على لا بارتي انتيم وشي حاجه اللي هي عاديه وبالعكس غادي تستافدوا منها. شو البنات اللي عندهم استمرار في لي بارتي انتيم، البنات اللي ما عندهم زعما اللون متوحد كيكونوا عندهم افرازات، كيكونوا بزاف د الحوايج كيستخدموا يعني جل انتيم وهذا، ما تعرفوش الجل انتيم اللي غادي يعطيهم الريزولطا في التبييض وفي التفتيح في الترطيب. بيان سور حتى لا بارتي انتيم كيبغي ليها ترطيب. دونك لي برودوي اللي كنبارطاجي معكم يعطوني ريزولطا، يوفا غادي تشوفوا لو برودوي غادي تعرفوا. اهم حاجه فيه هو انه كيفتح لا بارتي انتيم، كينظفها، كيحيد لنا كاع دوك الخلايا، كيعطيها تفتيح، كيعطيها توريض. لا مارك ديال بيونيك فريمون البنات بون دايره، سورتو الجلانتيم ديالهم باغمي لي ميور جلانتيم اللي انا جربت. كرئيس صريح قبل انكم ما تاخذوه هو راه ريزولطا راه غيعطيها لكم، ولكن ماشي بواحد السرعه. ريزولطا غادي تعطيكم يعني شوفوا في اول مره غادي تستخدموا لو برودوي غادي تلاحظوا واحد لا فريشور. مي من مورا ما تستخدموا لو برودوي يعني المده ديال 10 ايام لو برودوي، ديك الساعه تكون لو ريزولطا. الطريقه ديال لو برودوي كيفاش اللي ضروري البنات خاصكم تعرفوها على هاد لو برودوي للناس اللي غادي يبغي يعطيهم تبييض وتوريض. دونك هاد لو جيل انتيم هذا راه ماشي بحال اي جيل انتيم اللي حنا كنعرفو. دونك الجيل انتيم غير كينيتواي، اما هذا كيفتح. كيفاش كتابليكيو كتكون ديفيرونت على الباقي. ال 10 ايام الاولى غادي تستخدموه فريمون شاك جور، شاك جور غادي تغسلو بيه لا بارتي انتيم. ابخي متفوتو 10 ايام ديك الساعات ولاو تغسلو بيه مره في السيمانه، ولا على الزواج ولا البنات المزوجات ولا البنات اللي كيبغيو يعتنيو براسهم اون جينيرال وتيبغيو يكونوا دائما يعني اوكي. بون دي جور كتغسلو بيه شاك جور. غادي تابليكو البنات على البارتي انتيم ديالكم وغادي تخليو 15 دقيقه في اهم مرحله اللي غادي تعطيكم الريزولطا. الا ما درتوهاش فريمون غادي تعطلو بزاف باش تعطيكم الريزولطا. غادي تاخدو من لو جيل وغادي تابليكيو على البارتي انتيم وغادي تخليو بوندون 15 مينوت، غادي تنيتوايو ومن موراها البنات غادي ديرو هاد لو سيروم هذا وجي. انت غادي ديرو حتى تنيتوايو بلو جيل انتيم عاد ديرو. الا ما درتوش لو جيل انتيم ما ديروش لو سيروم باش كنتبعو لا روتين. دونك اون فوا غادي تبعو هاد لا روتين تشوفو الفرق واضح جدا غير في هاديك ال 15 يوم. كما انا قلت لكم فريمون غادي تشوفو الفرق في التبييض كيفاش كيبيض لا بارتي انتيم بواحد الفرق. لاك ديال بيونيك راه كدير لا ليفريزون يعني في اي بلاصه، لا اللي في المغرب ولا اللي ماشي في المغرب راه لا ليفريزون كاينه في اي بلاصه. الناس اللي في المغرب راه غادي تلقاو في صندوق الوصف ليا فين غادي تكومونديو، والناس اللي خارج المغرب راه كاينه اللي كديروا لا ليفريزون زعما في العالم كامل. هذا هو لا روتين
كما قلت لكم غادي تتبعوا المده ديال الشهر، ما غادي يقول لكم الحساسيه لا حتى شي حاجه، شي حاجه اللي انا مجرباها ولي انا لابو ديالي فريمون سنسيبل بزاف، واي حاجه كتوافقني كنعرف بلي اي واحد غادي ياخذها ما غاديش يضرو نهائيا. خلي فيكم واحد الريحه ديال الطهاره، واحد الريحه اللي نقيه، وحتى هو البنات راه كمل التفتيش. ليكم معايا في هذا الفيديو وندوزو لا روتين ديال غادي نبدا لاغوتين ديالي بهاد الدقيقه هادي اللي كندير شعري. انا من اهم حاجات اللي عندي في العنايه هي الروتين ديال شعري، دونك كنعتني بشعري هو اول حاجه. قبل من الدوش كندير هاد الشكوك هذا ديال زيت هير كير. هاد الشكوك هذا بنات ديجا غني عن التعريف، وما كاينش شي بنت اللي ما غتكونش كتعرفو، تما عنده بزاف ديال فوائد الشعر، خصوصا البنات اللي عندهم الشعر متضرر يعني بزاف، فكيقوي لكم الشعر، كيعمر الفراغات، كينقص من تساقط الشعر. الناس اللي عندهم الشعر هارب ولا عندهم الخويات في القدام ولا حتى الشعر يكون عاجز باش ينوض، بيان سيغ ما نساوش حتى القشره والحكه. اي لو بوين الثانيه زيت البنات كتصلح حتى الناس اللي دايرين البلاياج، الناس اللي دايرين البروتيين، ما كتاثرش على الزغبه، الناس اللي شعرهم شاتون ولا كليغ ما كتبدلش نهائيا لا كولور ديال شعرهم، حتى اللي دايرين البروتيين راه الزيت بيو ما كتحيدش لا بروتيين نهائيا من الزغبه. دونك فهذه هي اكثر زيت نصحكم بها الا كنتو ديجا مصبغين شعركم ولا دايرين البروتيين ولا بزاف د الحاجات. انا الشكوك البنات كنديرو دو فوا بار سيمين، وبعد ما كنديرو غير مره واحده، ولكن الطريقه كيفاش كنديروا الشكوك كتختلف. الزيت ضروري خصنا نابليكيوها بواحد الطريقه اللي تكون زوينه باش كومسا نحركوا الدوره الدمويه في شعرنا. دونك اول حاجه اللي بغيتكم تشوفوا هي لا بريونس اللي في شعري، تبارك الله وشعري قوي وفريمون مي كنمشطو ما كايناش زغبه وحده في لابغوس، ما بقاش كيطيح الحمد لله، ولا تيكستور بعدا ديال الزيت والبارفان ديالها راه تقدروا ديروها يعني لا جورني كامله حتى تساليوا الشقه ديالكم، وغادي يبان لكم الريزولتا. وهادشي انا من خلال ما جربتها والريزولتا اللي بان ليا في لي بوان. إيه هاد الزيت هذا كثرت ما انا استخدمته وجربته وعطاني الريزولتا في شعري، وكنشوف الزغبه ديال شعري كيفاش تبدلات. فريمون شعري كانت تدمر ليا في واحد الوقت، يعني كنت مقطعه قصير وكنت بغيت شي حاجه اللي تطولوا ليا، فهاد الشكوك هذا فريمون بنات طول ليا شعري بالزربه، قوا ولات فيه واحد لابريونس كيفاش دايره، دونك لا كاليتي ديال شعري تبدلات كامله. كما كتشوفوا انا طريقتي في الشكوك، دونك انا ماشي كنشكك شعري وصافي كندير عليه الزيت وصافي. ملي ديروا التشقيق هادي بالضبط، حيت اون فوا غديروها غتحسوا واحد الحراره في شعركم، فيها اعشاب اللي هما سخان، ديروا واحد الماساج بهاد لابغوس هادي وماسيو الفربه ديال الراس ديالكم، وديروا واحد الموفمون سيركولير هكا باش كونت الدوره الدمويه تتحرك. غادي تلقاوه في لاباغ دانفو اللي غادي تكليكيو عليه، وغادي تدخلوا نيشا لا ديسكوزيون مع لا مارك ديال زيد هير كير. كنوريكم الخلفه بيان سور قبل ما نابليكي الشكوك كيفاش تبارك الله شعري قوي ولا كاليتي ديالو كي دايره. غادي نبارطاجي معكم دابا ماي بيست كوليكشن فور سكراب اللي انا كنموت عليها من عند تري هات. اول واحد هذا ديال ديسور تشيز، فيه واحد البارفون كيخلي واحد الهيدراتاسيون توب توب توب. والثاني سكراب هو اللي كيحمقني بزاف ديال وارمالون، فيه بارفون فرويتي وفريش في نفس الوقت، وحتى الهيدراتاسيون بيان سور راه فيه توب. و لو ثوازيام هو هذا ديال بابايا باراديز، فيه بارفان ديال المون، هاد الفروتي بيرفيوم كيكونو زوينين، و في لادوش كيخلي واحد البارفان لي هي زوينه بزاف و نقيه. دونك هاد لي تخوا هادو هما لي ننصحكم تاخدوهم، تقدرو تلقاهم عند لي باج في المغرب حيتاش مكيبيعوهمش في لي كرون سيرفاس، و لا كنتو كتعرفو شي حد يجيبوهملكم. وغادي نبدا دابا مع دوش ديالي، دونك نتوما عارفين لي برودوي اللي كيعجبوني لشعري هما لي برودوي ديال كيخاستاز، دونك لو شامبو لا بري شامبوان، بيان سور غندير حتى لو سكراب هذا ديال وارومالون، هاد البارفان لي فخوي تي زوينه بزاف وفريش. لو ماسك ديال كيخاستاز اللي كيفتح لي لا ميش نديرو اون سول فوا باغ سيمين. ولا موستيل ديال ريتوالز اللي كنديرها في الاخر باش تخلي لي واحد ليتغاتاسيون وواحد البارفان زوينه. كنت محتاجة بهاد العناية بهاد لي كوماج بالماسك بكلشي، ندوز ندير سكين كير ديالي، غنبارطاج معكم حتى لي برودوي كنفضل انا في سكين كير، تالمو انا كل شهر كناخد لي برودوي جداد، كنبغي نستخدم بزاف ديال لي برودوي لوجي. اون فوا كنخرج من الدوش كناخد دي ماكيون ديالي ديال كارني ولا ديال بيوديرما، حتى هما هاد لي دو هادو انا كيعجبوني بزاف وهما اللي كندير دائما. كان ديماكي وجهي واخا ما يكون فيها لا ميكاب لا حتى شي حاجه، حتى هذا ديماكيون اي اون ميم طون اون مي سالير.
ابخي كناخذ لو جينيتويان ديالي ديال لا روش بوزا اي فاكلار دونك سي ان جينيتويان بور لا بولي كتكون غراس اي سنسيبل ومن احسن لي جينيتويان اللي جربت هو وديال سيرافي حتى هو زوين اي بور لي برودوي دو شي كودالي غادي نبداو باول حاجه لو دو بوتي سي تو بروم دو سوان كتكون 100% طبيعيه كترشوها على الوجه ديالك كتخلي لكم واحد النضاره في البشره ديالكم سورتو مي كترشوها في الصباح كتحسوا بواحد لا فريشور في وجهكم غادي نكمل لا روتين ديالي بيان سور غندير الكافيين سولوشن لي سيرين ديالي دونك الكافيين سولوشن انا ضروري عندي نديرو في الصباح وبالليل كنقص فريمون لي سيرين وحتى داك الانتفاخ دونك دير واحد الماساج على الكونتور دي زيو ديالكم وراه فريمون كيبان الريزولتا من بعد في الاورديناري غادي ندير الهيليارونيك دونك انا بعد مرات كندير نياسيناميد ومن بعد مرات كندير الهيليارونيك حتى ممكن ديرهم بجوج دونك الهيليارونيك كندير بزاف د الفوائد للبشره ديالكم منها تعطيكم لي كلار تيسد لكم لي بور لي برودوي ديال الاورديناري راه غني عن التاليف اخر حاجه غادي ندير هاد نايت كريم ديال كودالي اونتي اج كتعطي واحد الهيدراتاسيون زوينه كنديرها غير بالليل وماشي شاق جوغ مره مره اي ما نساوش بيان سور نحكو سنيناتنا هاد اللقطه ما تصوراتش ليا وبيان سور نيدراتيو حتى لي ليف شي كلوس لي يكون زوين او ميم طون كيخلي واحد لا كولور زوين شتو اول حاجه بدينا بها هي لوكور ديالنا ايدغاتيناه مزيان دونك اهم حاجه هي تيدغاتيو لوكور ديالكم ديرو كريم تكون زوينه فيها بارفان بروم اللي كيكونوا فيها دي بايات ودابا غادي ندوزو لي بي دونك ندير هاد لا كريم ايدغاتون ديال لوسيران احسن ما جربت صراحه في ليطاتاسيون ديال لي بي كتخليهم فريمون رطبين اي سورتو الناس القدام ديالهم مشقين وبزاف د الحاجات هاد لا كريم هادي غادي تلقاوها في لا بارا فارماسي هي وديال ليما ما تنساوش ديرو ديودورون بولون ولا ديودورون سبراي على نتوما شنو كترتاحو ليه بوغ مو انا ديودورون بولون كتعجبني بزاف اي سورتو هادو ديال فيشي دابا غادي ندوزو العناية ديالنا من مورا الدوش واللي كتكون واحد العناية كيما قلت لكم يعني زوينة وخفيفة واهم حاجة نركزو على الريحة تبقى فينا زوينة اول حاجة بديت بها هي لو سيروم ديال كيراستاز نتوما كتعرفوني ما يمكنش ندير شي برودوي لشعري من غير كيراستاز دونك اول حاجة درت لو سيروم ديالي اللي كيدغاتي ليا لا ميش وحتى ما كتخبلش ليا بالزربة وابخي الرقم هذا فريمون كتحسوا بشعركم هيلتي حتى الناس اللي كيقادوه بالبلاك ولا الناس اللي يعني شعرهم حساس بحالي انا دونك غير الحراره كافيه انها تحرق لي شعري دونك هاد لو سيروم هذا راه تيحمي لكم شعركم من الحراره كي كندير اولا بليكس غير واحد جوج نقاطات وكنيدغاتي بهم لي بوينت وهذا هو لا روتين ديالي اللي كندير لشعري تبقى فيه واحد لي كلا واحد الرطوبه واحد اللمعان زوين وغير البارفان اللي كتبقى لكم شعركم من مورا ما كديروا هاد لي سيروم هادو راه ما يمكنش شحال كتحمل خد هاد المسك ديال ابراهيم القراشي وكنرشو يعني من الفوق على شعري وعلى لو كور ديالي ما نساوش لي هيدراتاسيون ديال لي ما حتى هي اهم حاجه في العنايه وهذه هي العنايه ديالي الاسبوعيه ولا اليوميه اللي كنعتني بها براسي من مورا اي دوش بشعري بلو كور ديالي وجيسبر يعجبكم هاد لا فيديو بيزو